وسط حضور لشخصيات ثقافية وفكرية وسياسية ودينية، نظمت جمعية الثقافة الاجتماعية حفلا تأبينيا للعلامة السيد محمد بحر العلوم. تناول المشاركون فيه مسيرة حياة لأحد أبرز العلماء في العصر الحديث. أكد المشاركون خلال حفل تأبين العلامة السيد محمد بحر العلوم بجمعية الثقافة الاجتماعية على مناقب الفقيد الكبير الذي كان عالما دينيا جليلا وزعيما وطنيا ومناضلا من أجل الديمقراطية والعدالة والتقدم وبناء الدولة العراقية. انطلق إلى العراق من الكويت وعمل على توثيق الروابط بين الكويت والعراق بأقصى جهوده. اليوم هذه العلاقات المتينة بين الكويت والعراق، هذه العلاقات المميزة، كان للسيد محمد بحر العلوم دورا بارزا في تشييد هذه العلاقات. وجمع السيد محمد بحر العلوم بين العلم الديني والثقافة الحديثة والأدب والتواضع وحب الناس، فضلا عن الروح الوطنية التي تجسدت بوضوح في مواقفه السياسية والإنسانية. انطلق من مدينة النجف الأشرف، من عمق الحوزة العلمية، من جوار أمير المؤمنين سلام الله عليه، حاملا معه ما يميز حوزتها ومرجعيتها من روح الاعتدال والوسطية في عالم يكاد ينخره الإفراط على كافة الصعد. العلامة السيد بحر العلوم هو سليل أسرة علماء نجفية شهيرة، وخريج جامعة النجف في العلوم الدينية وجامعة القاهرة في الشريعة الإسلامية، وقد ترك أكثر من 50 مؤلفا في التاريخ والفقه والسياسة. في كل شهر رمضان عندما كان يحضر سماحته للكويت، وكنت ألتقي مع صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه، كان يذكر تلك الشخصية الدمثة، تلك الأخلاق الرائعة لسماحة السيد، وكان يؤكد على أن نتمنى أن يكون في العالم الإسلامي شخصية كشخصية سيد محمد بحر العلوم الذي لا يفرق بين سني أو شيعي أو أي مذهب. لقد دفع السيد بحر العلوم وكذلك العديد من أفراد أسرته ثمنا غاليا للمواقف تلك، فقد اضطر إلى مغادرة العراق إلى المنفى بعد أن حكم عليه نظام صدام حسين بالإعدام غيابيا عام 1969 بسبب نشاطه السياسي المعارض.